بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هنا هتفت آيات المحبة وتهللت الروح شوقا إلى من نهوى، ها هنا تلقي الحروف ظلالها لتنسج من الحنين قصة خطتها السنين. نعم إنها سنين المجد والعلم، سنين مراتب الشرف، حيث خطت أناملهم قصة للكفاح وأنارت طريق الأجيال. الأستاذ الدكتور عادل محمد كاظم، عضو مجلس محافظة واسط المحترم. الأستاذ ثامر عبد الأمير القطبي، المعاون الإداري لمدير عام تربية واسط المحترم. الأستاذ حسن الهلالي، ممثل الأستاذ حسين علي مردان، عضو مجلس النواب المحترم. الأستاذ أحمد جبار دعدوش المحترم، ممثل مكتب السيد محافظ واسط. الأستاذ حيدر صبحي حمودي المحترم، عضو الهيئة الإدارية، ممثل نقيب المعلمين في واسط. الأستاذ سالم شراد المحترم، رئيس قطاع نقابة المعلمين في بدرة وجصان وزرباطية. الأخوة والزملاء مديرو ومديرات المدارس المحترمين، الحضور الكرام، مدراء الدوائر الخدمية المحترمون، أبناؤنا الطلبة الأعزاء، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير وسلام. الآن يتفضل الأستاذ أسامة راضي، مدرس التربية الرياضية، للبدء بمراسيم رفع العلم وعزف النشاد الوطني، النشيد الوطني، فليتفضل مشكورا. كل الترحيب بالضيوف الكرام وأهلا وسهلا بهم. مدرسة أستريح أستعد، مجموعة رفع العلم لرفع العلم قدم. فرقة الإنشاد المدرسي، النشيد الوطني، ابدأ. اليسار در، عادة سر. لبيك يا علم العراق كلنا نفدي الحمى، لبيك إن سكب الشباب له الدمى، لبيك يا علم العراق كلنا نفدي الحمى. تحية العلم للطالب محمد جواد، فليتفضل مشكورا. أيها العلم، أشهكذا في علو، أيها العلم، فإننا بك بعد الله نعتصم. جاءت تحييك هذا اليوم معلنة أفراحها بك، فانظر هذه الإمم. إن العيون قريرات بما شهدت، والقلب يفرح والآمال تبتسم. فإن احترمت فإن الشعب محترم، وإن احتقرت فإن الشعب محتقر. الشعب أنت، وأنت الشعب أجمعه، وأنت أنت جلال الشعب والعظم. فإن تعش سالما عاشت سعادته، وأنت متماتت الآمال والهمم. هذا الهتاف الذي يعلو فتسمعه جميعه لك، فاسلم أيها العلم. منصة الحفل للأستاذ علي عبد السادة، فليتفضل. شكرا جزيلا. خير ما نفتتح به حفلنا هذا آيات من الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعنا الطالب حسن ماجد محمود، الصف الخامس العلمي. نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد.
أفسر. خير الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها
إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. صدق الله العلي العظيم. الفاتحة وقبلها الصلاة على محمد وآل محمد. شكرا جزيلا. ترحما لأرواح من روت دماؤهم أرض العراق دفاعا عن الوطن، شهداء العراق، شهداء القوات الأمنية والحشد الشعبي المقدس. نقف دقيقة صمت لقراءة سورة الفاتحة لأرواحهم الطاهرة. شكرا جزيلا. كلمة إدارة إعدادية جصان البنين يلقيها الأستاذ حسن سبتي مدير الإعدادية، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الأطهار. سادتي الأفاضل، شكرا للحضور أستاذنا القدير دكتور عادل وأستاذنا ثامر القطبي على تدشمي عناء السفر، الأخوة مديرو المدارس والأخوة أعضاء الهيئات التدريسية والحضور الكرام أبناء الطلبة. حقيقة هذا اليوم هو كرنفال تربوي ممزوجا بمشاعر الفرح وجزء من مشاعر الفراق، وإن لم يكن الفراق بالمعنى المعهود. تعودنا لأعوام طويلة أن يكون بيننا هذه القامات التربوية التي خرجت أجيال على مدى أعوام دراسية ماضية، حصدوا أغلبهم مراكز متقدمة بالمجتمع، فكان نتاجهم ما نراه اليوم من الطلبة المتفوقين. لذلك يعز علينا أنه في العام الدراسي المقبل أن لا نراهم بيننا، ولكن سيبقون في القلوب وفي الضمائر حافرين وناقشين الأسماء في لوحة عز ومجد وشرف ولوحة فخر لهم، إذ سطروا أروع الملاحم الدراسية على مدى أعوام دراسية كاملة. نسأل الله لهم العمر المديد، نسأل الله لهم التوفيق والسداد في مسيرة حياتهم القادمة، وشكرا لهم من القلب على هذا العطاء على مدى سنين وأعوام دراسية كاملة قد مرت بنا وبهم. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. كلمة الأستاذ ثامر القطبي ممثل السيد المدير العام لتربية واسط، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأخ الدكتور
عادل محمد عضو مجلس محافظة واسط المحترم، مدير وإدارة وكادر إعدادية جصان المحترمين، السادة وسيدات الضيوف من الكوادر التدريسية في مدينة جصان المحترمين، أبناء الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي ويسعدني ويشرفني أيضا أن ألتقي بين حضراتكم في صرح من صروح التربية والتعليم. هذه المدرسة التي خرجت الكثير من الأجيال الذين ارتقوا إلى سلم العلم والمعرفة لقيادة بلدنا الحبيب. هذه المدرسة التي كان لها دور كبير في رفد مؤسسات الدولة بنماذج رائعة تخدم هذه المؤسسات. نلتقي هذا اليوم لنكرم من ربانا، لنكرم ونحتفي بمن احترقوا من أجل أن يضيئوا دروب الآخرين. نحتفي برجال التربية والعلم، هؤلاء الرجال الذين لهم فضل كبير علينا وعليكم وعلى الكثير من الأخوة الذين تخرجوا من هذه المدرسة ومن مدارس أخرى. ننحني لهم إجلالا وإكبارا على ما قدموا من تربية وعلم طيلة الأعوام الطويلة السابقة. نتمنى لهم حياة جديدة مليئة بالصحة والعافية، ونسأل الله أن يوفقهم لكل خير. فراق العمل فقط، لكن تستمر العلاقات الأبوية والتربوية، ويتشرف من سيلاقيهم خارج سلك التربية والتعليم من الذين تتلمذوا على أيديهم. طوبى لهؤلاء الرجال المقدسين، رجال العلم رجال مقدسين. القطاع التربوي هو من أقدس وأشرف وأهم القطاعات، فإن الأمم المتطورة هي الأمم التي قطاعها التربوي متطور ومتقدم. إذا أردنا إصلاح أي بلد فعلينا أن نهتم بالقطاع التربوي. لماذا؟ إذا كان القطاع التربوي ذو مخرجات ناجحة، فإن هذه المخرجات هي التي ستقود مؤسسات الدولة، وبالتالي ستكون هذه المؤسسات ناجحة. أما إذا كانت بالعكس فهنالك سيكون خلل كبير في هذه المؤسسات. لذا من الواجب علينا أن نهتم بهذا القطاع الحيوي، وذلك من خلال الاهتمام بأبنائنا الطلبة، ونهتم بالجانب التربوي قبل أن نهتم بالجانب العلمي حقيقة. لذلك سمي هذا القطاع بقطاع التربية والتعليم. أبناؤنا فلذات وأكبادنا. أوصي أبنائي الطلبة الاهتمام الجاد بالدراسة. المستقبل هو مستقبل العلم. الشهادة هي السلاح الذي تشق به طريقك نحو المستقبل. كما أوصي إخوة الكوادر التدريسية إلى الاهتمام الجاد بالجوانب التربوية والوطنية، هذه الجوانب التي يريد أعداء العراق القضاء عليها. اليوم هنالك هجمة من أعداء العراق على القطاع التربوي. إذا أردت أن تدمر بلد دمر قطاعه التربوي، ينتهي البلد. اليوم الحرب النفسية التي يواجهها شعبنا أخطر من القطاع، يعني أخطر من الجانب الإرهابي والعسكري. داعش تم القضاء عليهم عسكريا من خلال المواجهة وجها لوجه، ولكن هنالك إرهاب سلبي فكري تربوي موجود في كل بيوتنا، ألا وهو المواقع الغير إيجابية من خلال الإنترنت وصفحات التواصل وما إلى ذلك. يريد أن يدمر عقول أبنائنا. في كل بيت يوجد طلبة وتلاميذ، قطاع التربوي موجود في كل بيت عراقي. لذلك استهدفوا الفكر العراقي، لأنه يعلمون أن العقل العراقي هو من العقول الراقية. لذلك علينا أن نواجه هذا المد السلبي من خلال كوادرنا التربوية والتدريسية،
إلى الاهتمام وزرع جهاز مناعة في عقول أبنائنا، جهاز تربوي يحاول صد هذه الأفكار السلبية. اليوم دورنا إذا نأخذ 5 دقائق أو 10 دقائق من الدرس ونثقف أبنائنا على المبادئ التربوية والإسلامية ومبادئ حب الوطن والأناشيد الوطنية، سوف إن شاء الله ننجح وننتصر من خلال الفكر الإيجابي. تمنياتي لطلبتنا الأعزاء بالنجاح والتوفيق. حبي واحترامي وتقديري إلى الأساتذة الأكارم، إلى الآباء الأكارم الذين أحيلوا إلى التقاعد، وأقدم لهم شكري الجزيل. داعين الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لما فيه الخير والصلاح. شكري وتقديري لإدارة وكادر المدرسة على هذه المبادرة الرائعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للأستاذ ثامر القطبي. قال الشاعر: قم للمعلم ووفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. درع المسيرة التربوية والأستاذ المحال على التقاعد الأستاذ مظاهر علي يسر، يتفضل بتقديم الأستاذ ثامر القطبي مشكورا. درع المسيرة التربوية الأستاذ المحال على التقاعد علي محمد مطير، يتفضل بتقديمه الدكتور عادل مشكورا. اي صاد العفو دكتور. دكتور اطلي الله يرحمه. اي فهمت. اي تمام. بقعد بس دلع حتى. درع المسيره التربويه الاستاذ المحال على التقاعد خليل ابراهيم مسلم، يتفضل بتقديمه الاستاذ ثامر القطبي. شكرا جزيلا الأستاذ ثامر والدكتور عادل. الآن فقرة تكريم الطلبة المشمولين بالإعفاء العام لهذا العام الدراسي. تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما كبيرا إذا ردت إليه المحافل. يتفضل الأستاذ الدكتور عادل محمد كاظم المحترم بتكريم الطلبة الأوائل. الطالب مجتبى مالك مطر. هاي الهدايا دكتور. علينا بابا بصدق دكتور عادل حتى. الدكتور عادل محمد كاظم يتفضل بتكريم الطلبة الطالب علي سعد غدير. نعم. الطالب نشأة ضياء أكرم. الطالب مجتبى جعفر صادق. مبروك.
الطالب سجاد محسن حميش. شكرا جزيلا للدكتور عادل محمد كاظم المحترم. يتفضل الأستاذ ثامر القطبي المحترم بتكريم الطلبة الأوائل. حسين خليل صادق. مهدي حامد مهدي. حسن فلاح حسن. حيدر حسن هادي. علي عطا صالح. شكرا جزيلا للدكتور ثامر القطبي. يتفضل الأستاذ حسن الهلالي بتكريم الطلبة. جعفر ثامر إبراهيم. علي حسين عبد الرضا. مرتضى حسن عبد. ياسر معاذ عبد الحسين. أحمد ضياء عباس. شكرا جزيلا للأستاذ حسن الهلالي. يتفضل الأستاذ حيدر صبحي حمودي المحترم بتكريم الطلبة الأوائل. عباس حسام راضي. تقي علي عطوان. باقر أحمد فاضل. رضا رشيد طاهر. كاظم حامد مهدي. شكرا جزيلا للأستاذ حيدر صبحي على التكريم. يتفضل الأستاذ سالم شراد بتكريم الطلبة الأوائل. حسين أحمد حسن. حيدر أحمد محمد. مهند سلمان عبد. سجاد علاور ميض.
اعطي الاستاذ محمد شكرا. مؤمل محمد حسن. احمد جبوري. شكرا جزيلا للاستاذ حسن سالم. يتفضل الاستاذ محمد شفيق بتكريم الطلبة. سجاد جواد. عباس كريم فرحان. مهدي ابراهيم هادي. سألك بس حولهم احمد جبار قاعد. شكرا جزيلا للاستاذ. يتفضل الاستاذ احمد جبار دعدوش لتكريم الطلبه الاوائل. ما يقدر استاذ احمد تعنت. علي خالد. مهدي بعد نقل مهدي. اي طين هذه الطين هذه يا استاذ مبارك. اللهم صل على رجل مبروك محمد موفق ان شاء الله. علي خالد محمد. عباس جاسم بشار. شكرا جزيلا للاستاذ مظاهر. شكرا جزيلا. يتفضل السيد حسن سبتي مدير اعدادية جصان البنين بتوزيع الشهادات التقديرية على الكادر التدريسي. ها دكتور بس الدروع توزعينها. درع هدية من إعدادية جصان للدكتور عادل فليتفضل مشكورا. درع الإعدادية إلى الأستاذ ثامر فليتفضل مشكورا. الآلي لتسلمه المشكورة. أستاذ مزاحم. درع الإعدادية الأستاذ حيدر صبحي حمودي فليتفضل مشكورا. بعد أحمد يا أحمد جبار. درع الإعدادية الأستاذ أحمد جبار دعدوش فليتفضل مشكورا. نتوجه الآن بمعيتكم لافتتاح معرض التربية الرياضية الخاص بإعدادية جصان البنين فتفضلوا مصعوبين بالصلاة على محمد وآل محمد. آخر صف سلام. آخر صف آخر صف. ما
نعم اخوان، مستمرين بالتغطية الإعلامية الخاصة ثانوية جصان للبنين وحفل تكريم الطلبة والأخوة المتقاعدين. الدقيق في عفوا لا مو مساعدة، المعرض الأول على مستوى بدرة جصان زرباطي، المعرض الرياضي اللي هو سعد أحمد بإعدادية جصان اللي يتكفل بالموضوع. طبعا نشاط متميز والفريد من نوعه، لأول مرة مثل ما تفضلت يصير عندنا معرض رياضي ومعرض كشفي. سعد أحمد يتفضل بعد أنت المايك توضح وش قاعد. هنا نشرات رياضية، العفو دكتور، توضح الملاعب، توضح الإصابات الرياضية، نوعية الرياضات، وعندنا أيضا شنو جواب هذا السؤال؟ من هو اللاعب الذي لعب أكبر هذه المباراة؟ والله 53 حاليا كريستيانو. حاليا كريستيانو 53 مباراة الدولية دولية ريال مدريد طبعا. هنا ملعب كرة القدم يوضح كل هم، أيضا أسئلة، هنا إصابات رياضية، الإصابات الأكثر شيوعا إصابة الكاحل، إصابة الرباط الصليبي. من نعم عندنا سؤال، من اللاعب صاحب أسرع هاتريك في الدوري الإنجليزي الممتاز؟ منو؟ هذا السؤال يترك لكم بعدين نجاوبه. هذه اي اللاعب مصطفى بلعب هنا الإصابة مع الرباط الصليبي من وراء التارتان انتشرت طشت يعني صح. العالم كلها صابت هنا. هنا عندنا اللوحات مالها. لا منو صاحب أسرع عدد بالدور الإنجليزي؟ والله ما أعرف. شاد السيدون ما تعرفون الجواب؟ المفروض لا والله مو ناسب عليك، بس هي هو هاي فكرة الطلبة يعني فكرة الطلبة والله. هاي هنا لوحات لاعبين زين. اي هنا ايضا نشرات لوحات لاعبين والله انا بايدك باي منور بالضعفات لو شايف هاي ايش والله عمي هنا نشره نشرة هاي اعداد اني والسيد تخص كل الفعاليه مال السله يعني كل معلومات نعم. كل نشاط كره السله بهاي القسم كره السله اي عندنا ملعب كره السله ما شاء الله عندنا ملعب كره السله لا تلعبون ما عليه عندكم اي نلعب والله مستمر دائما يعني لاعب نادي كره بس هسه حاليا شو اسمه ما عندي لياقة بس نلعب خليك حارس ودكتور عادي انا راح اقول لك شغله مسؤول لا لا دكتور يا حارس خلينا حارس اي هنا يلا يلا اسوي كل المدرسة الإنجازات مال المدرسة هاي هنا يعني البطولات مال المدرسة الإنجازات اللي خارج المدرسة أيضا كلها هنا فكرة حلوة بارك الله يعني ما مطروقة احنا نشوف بالكيمياء بالفيزياء اكو معارض
بس رياضة ما شايفين أول مرة هاي. استاذ ثامر معاون مدير التربية دكتور عادل، طبعا احنا نستثمر وجودكم اليوم، يعني الجانب الرياضي هو كان مثل ما تعرفون بالسبعينات والثمانينات والتسعينات كان له اهتمام خاص من وزارة التربية والتربيات وايضا حتى من الاهالي. اليوم صراحة معلم ومدرس التربية الرياضية عنده معاناة كبيرة، ومن اكثر المعاناة في جميع الدروس. اولا يعني احنا مع اعتزازي لبعض المدراء ماكو اهتمام بالجانب الرياضي من ناحية الدروس، اعطاء الدروس للغير او توفير ساحات او مساعدات مثل معنوية مادية، فنطلب وجودكم ونستثمر من وجودكم انه يكون في الدعم خاص للمدرس ومعلم التربية الرياضية، لانه تعرفون له دور جدا فعال في المدرسة وهو الاقرب الى الطلبة، يعني حتى في بعض الاحيان يعالج الحالات النفسية اللي موجودة في المدرسة من خلال درس التربية الرياضية، وهو حلقة وصل بين الإدارة وبين أولياء الأمور وبين الطلبة، لأنه هو الأقرب إلى قلوب الطلاب. فإحنا نريد منكم دعم مادي إلى يعني أبسط المستلزمات، كرة قدم ما متوفرة بالمدارس، مضطر أنه المعلم والمدرس يشتريها من جيبه الخاص، وهذا ما يعني بصراحة صعبة، يعني يومي يشتري طوبة ويشتري مستلزمات من جيبه الخاص، وبالتالي ماكو فد دعم خاص إلى ولو معنوي كتاب شكر. فإحنا نريد من عندكم وقفة حقيقية جادة باتجاه معلمية ومدرسية تربية رياضية على مستوى المحافظة، ما نقول فقط في بدر وجصان، يعني نريد مستلزمات أولية حتى أنه يمارس درس طبيعي بشكل طبيعي. الحقيقة كمديرية عامة للتربية في محافظة واسط لنا اهتمام جاد بدرس التربية الرياضية، وأنا شخصيا من المهتمين جدا بدرس التربية الرياضية وكذلك بكوادر التربية الرياضية. يعني أنا أدعو أولا أساتذة التربية الرياضية إلى يعني الغالبية إلى الاهتمام بدرس الرياضة، أن يأتي مدرس رياضة لابس لياقته الرياضية، لابس راكسود، لابس ترنشوز، يحترم الدرس ماله، لأن درس التربية الرياضية درس ترويحي للطالب ودرس فكري. احنا من كنا طلاب ننتظر درس التربية الرياضية شو وقت يجي؟ كان أستاذ عمران الله يرحمه أستاذنا بإعدادية الكوت، ننتظر شو وقت يجي درس التربية الرياضية حتى نروح عقولنا وأفكارنا ونشوف الأساليب الرياضية. فلذلك يعني أدعو الأساتذة أولا إلى الاهتمام، لا ينطوا دروسهم إلى باقي الاختصاصات، والله درس الرياضة مو مهم أو درس التربية الفنية مو مهم. يعني أنا أجد خلل كبير في مدرسي هذه المادة، البعض منهم ما يحترم درسه، يجي لابس سترة وبنطرون، ما يلبس تراك، ما لابس انترنت، ومدرس تربية رياضية من تجي لابس لياقتك الكاملة، شلون الأستاذ اللغة العربية لابس لياقته الرسمية، أنت أيضا زيك الرسمي، هو شنو التراك سود، مو صحيح؟ 90% من المدرسين ما مهتم بهاي الحالة، ودائما ما أوجه، فالطالب أيضا ما راح يهتم بهذا الدرس. اليوم إحنا الرياضة مادة مهمة، اليوم هي فرحة العراقيين، جاي تلاحظون العراق من يفوز شعب كامل يفرح، الدرس الرياضة مهم جدا، أنا أعتبر حالة حال درس الرياضيات والكيمياء والفيزياء وكذلك درس التربية الفنية. دول العاملة لها اهتمام كبير، المدرس إذا فرض نفسه راح ينجح، طلابه يحبوه. أما كدعم معنوي ودعم مادي إن شاء الله إحنا جادين في توفير المستلزمات اللازمة لدرس التربية الرياضية، وإن شاء الله ما نقصر، أتمنى لكم التوفيق. الله يبارك فيك دكتور. دكتور نعم تأخرت، يلا شكرا لكم. نعم إخوان الأعزاء، نقلنا لكم حفل مدرسة إعدادية جصان للبنين بتكريم الطلبة المتفوقين، وأيضا تكريم الأخوة الذين تقاعدوا في هذه المدرسة.
ذمتي بهذا القدر وأنا استودعكم. اللهم صل على محمد وآل محمد.